كلنا حرنت وجود حسب كما عارض كاي وعد كي يشين مسؤولين توصل سرس حسب يد معارض كسومالي لان وضن يسوق ليعود أنت نرفيس على ورابي يسوق لعبد الرحمن عبد الله عرة يا مسؤولين ككل سعوت له وضد حسب معارض أي واحد شاعيا إصبحي سايكوهنا نيان شر جدون كقولها وكلدا سومالي لان يسوق له توله بديبا ما يرضى قولا ذلك سومالي لان اسمع عليه أوه هذيل لبضد حسب معارض أي واحد وآخري قضب ضاي كل شيء لبضد حسب معارض وعن آلي هذا الكل صفر حلا وسلام يا أنا أقول مهندق يا كوبيو تبان كوبيو كم تكحل دبان إيوسو بحال لبض حسب قرن حسب قوعدي حسب وطني إيركاني إن لبض حسب قرن كوبيو لستان دور الشدي قلها الديجان كييج قلها وكيل هذا إيشم هريد السومالن سحب دافع آدي أدبان أقول مهندق يا جوش أنا وحلا يا هاي إذا إلهي بقى النسيء إلهي بقى إذا كان الصبر وإذا كان دجال الله بدأ حسبوك أنتان آدي آد بعمر جم حد قيا وحلاي أنت إنه واحد بينا وندر دارك وسنينا يا سيدي وأنا سنينا دو قصوا درتين عدك اللي يدي سيا سمال لا ندي سيا سي. حساب تقرن كوب قلال سمال لا ندون يدي كصوت درتين الله بدأ حسبي إن الدريت لي نكون تاجناتان ودود لك نقولاتان حساب تني يدي صوت درتين ضد كده كصوت صعدي ودود وجنا وجنا سلاتان مربو حسد النظام كويه الا بدا حسب قرن وباين هدان انت كتبو وانا كان ادي اد سلام كغارسينيا مدحدا يهو غاندا لبد حسب قرن حسب قود يا حسب وطني او دبر ادهي انه سو جيري دورشوين كي دلكن كدعي غول اينو كو غادني هدانو سو نوقدي وجيدده صحافه لا قبتي وعلينا قرار يبقى أنا ودجارين لبض حسب قرن وأيو أركان إن التهاي ودشرك أيام من نمضة سومالي الآن ملك السويد شوغان حقنا يقول لي إن شرع ونوصينيو قرار بهالكان يا الله لبض قدومي حسب الصحاحين مركي لبض حسب قرن هجان كود وكشري وأنا لجارين يبقون أي قدوميين ورغدا الواحد تلمامي سا قرار كانت تلمامي يا وعكسه أتادمان مسؤولين تغوصكو قرن waxay ogeysiin kula gudida fulinta xisbiga weed waxay ogeysiin kula gudida fulinta xisbiga wadani waxay ogeysiin kula xildhibaanada labada xisbi wakiilo iyo deegan ee uga soo baxay labada xisbi qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedada taariikhdu maanta bishu waxa weeye waa lix waa bishii lacad 2020 iyo 2 ujeedada qoraalkan wuxuu yahay magacaabis gudida isbahaysiga xisbiyada mucaaradka ee hoggaanka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka jamhuuriyadda Soomaaliland qoraalku wuxuu dhigayaa sidan soo socota markii ay darseen labada xisbi baahida loo qabo in la sameeyo gudi isbahaysi markii ay u muuqatay in la dardargeliyo hawlaha wada shaqaynta labada xisbi mucaarad markii ay sameeyeen wada tashi hoggaanka sare ee labada xisbi mucaarad markii ay ku qanceen xisbiyadu way aragnimada iyo aqoonta gudida maanta oo ay taariikhdu tahay 6 Juun 2022 waxay hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ah ee u cidiyo wadani magacaaba yaan gudida isbahaysiga xisbiyada mucaaradka ah ee gaaminta golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka jamhuuriyadda Soomaaliland tirada u horeysa ee xisbiga qaranka ee UID uu soo saaray gudidaasi waxay ka kooban yihiin 5 ka koowaad iyo xilkoodaba ka koowaad waa mudane Saciid Cumar Axmed Saciid UID oo dhinacayga midigta taagan ayaa koob ka ah waa gudida xisbiga UID ayuu ka mid yahay 2 mudane Shucayb Maxamed Muuse gudida xisbiga UID 3 mudane Axmed Maxamed Allaale gudida xisbiga UID 4 mudane Maxamed Cali Bilaal gudida xisbiga UID mudane Bashiir Xasan Xamari gudida xisbiga UID gudida xisbiga UID waxay ka kooban tahay 5 xubnood oo ka wada shaqayn doonaan 5 xubnood ka tirsan xisbiga qaranka ee wadani iyaguna waa kuwa halkan soo socda tirada gudida xisbiga wadani
وحويه شن حبنوط وحويه الرية حلمان عبد القادر حاجي اسماعيل شردي أوبوذا قرنيسان سياسي فوق عدادية بارلمانك انتو كسو اتشباد قرنيسان مدحني دلك نسو هالقمتين كمدا لبا مدن الحلسي حاجي علي حسن وقد قرنيسان وقدد حزبك وطني مدن اسماعيل آدن عثمان وانيقا وقدد حزبك وطني كافراد مدن عثمان افقاب نور وقدد حزبك وطني شن مدن محمد فارح عبدي وقدد حزبك وطني وحاور غدا سيسي احي او قدوبيي ملكي اي سقوي ويران لبدا دناع اي هقانك حزبك وطني اي حزبك وعيد وحي لبدا قدوبيي حزبك هارقران بعاميين وطان كوركوس الشيغي وحاور غدا كوسي احام فيصل علي ورابي قدوبيي حزبك وعيد وحاولك كوسي احام دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله قدوبيي حزبك وطني وبالله التوفيق حمس موسى عبد حمس ضلحه تلفزيون كمدحه بنان ستار ودها مجالده هرجيسا حولادها لعقوه حرفضها علمي قريب وهنان كحرن ودق دقيح القدشدة حسل شدة ما هذا حقيقي ده هبشيل باكو عانه كدر شدة هبشيل كه العقد هذا يد ده بدي جون سوله نقل كاتكون نوريد الباب كيسة شو جنا أير فرينت العقد هذا كي يجو موبايل كاجا سومتل بان حساب تفرني حرفضها وحصوصار حنان كي بلشدة حيركنا إسلام يومان تكو حسليه لقال العقد هذا ده هبشيل بانك إنترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفين اكون ايو ايفيسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصري ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتل وحال اذيق ايه دهب لعقو قدري كرتا account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saaf ah iyo waliba ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group